المباراة في الماتش ده الجمهور، احنا بنبعت رسالة للعالم كله ان ده الجمهور المصري، لا تعصب ولا عنصرية ولا أي حاجة خالص. اللعبة دي لعبت ودي لعبت، في تكافؤ. أهم ما طلعت من الماتش ده إن اللعيبة طالعة يعني شبه مبسوطة عشان المنتخب، كل ده بيعود للمنتخب. عمرو السولية باللعبة اللي هو عملها في كعبه ديت كان هايل جدا. ديانج ماشي نجم مباراة القمة بالنسبة له، الجول الرابع طبعا ما مش أي حد يجيبه. في بعد منه كابتن أكرم توفيق، بعد منه كابتن سليه بعلول. يعني طبعا هو كان اهداف متميزه جدا، لكن رغم ان القمه اسعدت المصريين لكن كانت صوره مشرفه ومشركه من حي جماهير الاهلي والزمالك، كان يوم رائع جدا. كده قالوا ديانج كان هو نجم المباراه، قدر يسيطر على نص الملعب كويس وقدر ان هو يبقى له العديد من التمريرات اللي كانت لها تاثير قوي، بجانب ان هو له هدفين يعني بشكل قاطع، فهو نجم المباراه. نجم مباراه القمه مش واحد بس، نجم مباراه القمه كتير، كل واحد كان بيأدي في اكتر في مكانه من اكتر المجهود اللي ممكن يتخيله. اكتر حاجه كانت عجباني في الفرقه كلها ان الموسيماني نفسه قافل على الفرقه قبلها باسبوع. نجم مباراه القمه هو اليو ديانج وحمدي فتحي، لان هم كانوا ماسكين نص الملعب، واليو ديانج بذل مجهود كبير جدا ان هو كان ماسك نص الملعب وبيتقدم وبيدافع ورا، فكان محور مهم جدا في اللقاء.